سلطانة، أنا اليوم شفت فريال بالسوق عم تشتري سرير لولد. وشو بدها فيه؟ قال اشتريته لجارتها الحامل وأخذت لها هدية. ايه كل شي ممكن. ايه شو حكيتو سنبل؟ فريال شو عم بتساوي لحالة؟ والله أنا ما عرفت شو عم بتساوي، لأنه نحنا ما حكينا كتير. وضع كتير بيزعل، طول الوقت كنا عم نشتغل مع بعض. ما شاء الله كانت مرة محترمة وذكية كمان، يا ريت يرضوا يرجعوها. كل شي بالحرم لك تغير يا سنبول. فريال ووئام، ما ضل حدا جنبي. لا وأنا يا سلطانة شو؟ أنا لساتني عندك، بعدين أنا تحت أمرك بكل شي. لهيك يا سنبول أنا طلبتك، قلي لشوف أنت رح تكون معي ولا معهن. سلطانة جاوب على السؤال، أنت معي ولا حتكون ضدي؟ سلطانة معقولة واحد مثلي يكون ضد حضرتكم؟ إيه ما بسترجي. حتكون ضدهم يعني؟ شبك سنبول؟ كأنه هالقصة خوفتك. مزبوط سلطانة، أنا رح موت من الخوف. حضرتك بتعرفي شو صار بي وأهم؟ طردوه، مزبوط هالشي. بس لا تفكر إنه راح عليه شي، أخذ مكافأة كبيرة على إخلاصه لإلي، أمنت له كل احتياجاته، يعني وئام هلأ عايش بنعيم كبير. أخ أنا بدي تكون صادق معي مثله. انسى الماضي سنبول وكل مشاكله، خلينا بالحاضر هلأ. إذا رح توقف معي مستقبلك رح يكون مضمون، وإذا رح تكون مع ناهد الدوران ما بعرف شو رح يصير، القرار إلك. والله يا سلطانة الله أعلم، أنا إلي الشرف الكبير إنه يكون تحت خدمتك. صدقني ما حتندم. بس يمكن في مشكلة صغيرة، لأنه هي هلأ المسؤولة عن أمور الحرم لك بالقصر. هي المشكلة اللي رح تواجهنا، لازم ناهي الدوران تروح قبل ما تموت أمه للسلطان، ومشان هيك أنت لازم تساعدني بهالشي. فهمت سلطانة، ولبرهن لك أخلاصي إليك في موضوع كتير مهم أنت لازم يكون عندك علم فيه. السلطانة ناهي الدوران من شوي بعت جارية روسية على الخلوة لعند مولاي السلطان.